أفاد مصدر مسؤول بدخول 106 شاحنات إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البرية، من بينها 100 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية متنوعة وأربع شاحنات وقود وشاحنتان محملتان بغاز الطهي. وأشار المصدر إلى استقبال 447 شخصا من بينهم 40 جريحا و30 مرافقا فلسطينيا، بالإضافة إلى 250 فردا و45 من حاملي الجوازات الأجنبية و82 يحملون جوازات مصرية.